بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد الساده المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عرضنا في الحلقه السابقه الاساس الاول من اسس التشريع الاسلامي وهو اساس رفع الحرج وازاله المشقه. في كل التكاليف الاسلاميه عباده ومعامله ونعرض اليوم لبعض مظاهر هذا الاساس ولتجلياته التي انعكست في قواعد كليه تؤكد على اصاله مبدا رفع الحرج وتغلغله في كل تشريع من تشريعات القران من هذه القواعد الكليه التي تدور مع هذا الاساس قاعده المشقه تجلب التيسير ويضرب الفقهاء لها مثلا فريضه الصلاه التي يجب على المسلم ان يؤديها وهو قائم حيث لا توجد مشقه في ذلك لكن يرخص له ان يؤديها وهو جالس او متكئ او نائم اذا كان مريضا او متعبا تعبا مرهقا يشق معه اداء الصلاه من قيام والشيء نفسه يقال في فريضه الصوم حيث يباح الفطر في حالات المشقه الشديده مثل حاله المسافر والمريض والحامل في قوله تعالى في صوم رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ثم قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وكذلك الميته التي حرم القران اكلها على المسلم اباحها له في حاله الاضطرار كالجوع المفضي للمرض او الهلاك وكذلك فريضه الوضوء المامور بها امرا صريحا في القران يجوز للمسلم ان ينتقل عنها الى بديل اسهل وايسر وهو بديل التيمم وذلك في حال فقدان الماء او وجوده ولكن يخشى من استعماله ضرر او اذى بمعنى اخر انني اذا كنت اخاف من استعمال الماء ان امرض او لدي مرض ولكن اذا استعملت الماء في الوضوء قد يزداد هذا المرض في هذه الحاله عندي رخصه ان انتقل من فرض الوضوء الى فرض التيمم والتيمم كما هو معروف وامر سهل ويسير جدا وهو ان يعني يضرب المصلي المريض بيديه على حجر او على حائط من حجر ويمسح وجهه ثم يضرب ضربه اخرى يمسح بها ذراعيه تمسح كل ذراع الاخرى ويقيم الصلاه هذه رخصه خفيفة وسهلة وميسورة ولا تعرض الإنسان إلى كشف رأسه إذا كان مريضا أو, أو إلى آخره وقد أحصل الفقهاء وجوه التخفيف وتطبيقاته وآثاره ووصلوا أو رصدوا في هذا المجال أنواعا عدة منها إسقاط العبادة مع وجود العذر مثل الحج عند فقد الأمن ونحن نعلم أن شرط الحج الامن اولا، الامن في الطريق، الامن على الصحه، الامن على المال. ثانيا وجود المال ومن هنا الذين يقترضون ويكلفون انفسهم لاداء فريضه الحج نقول لهم الحج ساقط عنهم. المريض الحج ساقط فهذا هذا الفرض او هذه الفريضه تسقط بسبب عدم الأمن على الصحة أو عدم الأمن على المال أو عدم الوجود وهذا هو المقصود في القرآن الكريم بالاستطاعة الاستطاعة تتمثل في القدرة وفي وجود المال الذين لا يجدون الأموال أو لا يجدون نفقات الحج ينتظرون إلى أن ييسر الله لهم الحال وليس بلازم أن يقترضوا او يدخلوا في جمعيات او يرهقوا ميزانيتهم او ميزانيه البيت والاسره في من اجل ذلك. هنا كما قلنا الانتقال او ترك الفريضه تماما بسبب فقدان الشروط. منها ايضا تقصير الصلاه بالنقص من ركعاتها مثل قصر الصلاه في السفر، هذا معروف وكثيرون يظنون ان سبب القصر في في السفر هو التعب وكثيرون يقول انا اسافر في الطائره ومستريح ما فيش داعي ان انا اقصر الصلاه لا سبب القصر في الصلاه سبب النقصان الركعات ليس هو التعب في السفر وانما السفر مجرد السفر حتى ولو كنت يعني في تسافر في وسائل توفر لك راحه اكثر من الراحه التي تجدها في بيتك العله السبب في القصر هو السفر وليس التعب في السفر وفرق كبير بين الامرين ولذلك يعني ننصح باستخدام الرخصه في في السفر بقصر الصلاه كذلك الـ الـ الانتقال من عباده اصليه الى عباده ايسر واسر كما قلنا مثل ابدال التيمم من الوضوء يعني بدل الوضوء اتيمم منها ايضا تقديم الصلاه مع تقصيرها كالجمع بعرفات نحن نعلم ان الصلاه لها مواقيت ولا يجوز الجمع عند جمهور العلماء الا في اماكن معينه مثلا الجمع بعرفات معروف ان في عرفات نقدم صلاه العصر نصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر فهنا هذا تيسير ايضا لان في مشقه طبعا معلوم ان الوقوف بعرف به مشقه فعشان كده هذه المشقه جلبت لنا تيسيرا وهو ان اجمع صلاه العصر مع صلاه الظهر والعكس صحيح كالجمع بمزدلفه تاخير الصلاح تأخير الصلاة مع تقصيرها كالجمع بمزدلفة معروف أيضا بعد دفع الحجيج من 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 عرفات يصلون يؤخرون المغرب إلى صلاة إلى وقت العشاء ويصلون المغرب مع العشاء مع قصر العشاء فإذا كل هذه رخص أيضا الترخيص بالجواز بعد المنع كما قلنا مس أكل الميتة عند الجوع أو شرب الخمر لإزالة الغصة هذا ما انتهى إليه علماؤنا من رصد مظاهر هذه القاعدة الفقهية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير ويهمني التركيز مرة أخرى على أمر يلتبس عند كثيرين وهو أن السفر المريح لا تقصر فيه الصلاة أبدا العلة في القصر هي السفر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فإذا يجب أن يلتفت السادة الذين يفهمون هذا الفهم إلى أن هذا الفهم مضاد ومناقض ومخالف لشريعة الإسلام تبقى معنا كلمة أخيرة وهو أن علماءنا أيضا القدامى والمحدثون وهم يتحدثون عن الأساس الأول للتشريع أن يبينوا لنا أن مبدأ رفع الحرج أو رفع المشقة لا يعني انتفاء المشقة أيا كانت درجتها وإنما يعنون بالانتفاء المشقة المشقة غير المعتادة والتي يصعب معها أداء ما كلفه الله بها هذه هي المشقة التي يقوم التشريع على إزالتها ويبيح للمكلف أن ينتقل معها إلى بدائل أيسر وأسهل وطبعا هذا شيء والمشقة المعتادة شيء اخر والمشقة المعتادة هي مشقة مشقة الحياة اليومية التي تصاحب الانسان في كل اعماله ونشاطاته فهذه طبعا لا تسمى مشقة ومعروف ان القران الكريم قال لقد خلقنا الانسان في كبد فالانسان دائما محاطم بمشقات ولكنها مشقات محتمله معتاده، هذه المشقه المحتمله المعتاده اليوميه سواء كان في العمل حتى في الطعام واعداد الطعام واكل والشرب الى اخره، مثل هذه المشقه لا تؤخذ في الاعتبار حين نقول ان المشقه تجلب التيسير. وان الماخوذ في الاعتبار في هذا المقام هو ازاله المشقه التي يصعب على المكلف احتمالها وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته